ما أريد عمله في هذا الفيديو هو إثبات لمثلث معين. سوف أركز على هذا المثلث الكبير هنا، المثلث ABC. ما أريد عمله هو إثبات أن المركز المحيطي لهذا المثلث، تذكر أن المركز المحيطي هو نقطة تقاطع من صفاته العمودية، أن المركز المحيطي لهذا المثلث والنقطة المركزية لهذا المثلث والنقطة المركزية هي نقطة تقاطع المتوسطات، وملتقى ارتفاعات المثلث وهو نقطة تقاطع مرتفعاته كلها تقع على نفس الخط وهو OI هنا، وهو مقطع خطي أو هو OG و GI وهما حقيقة مقطعين يتكون منهما هذا المقطع الأكبر وهو جزء من مستقيم أويلر. ولعمل ذلك قمت برسم مثلث متوسط هنا، المثلث FED، في الواقع يجب أن أقول DEF، وهو المثلث المتوسط لـ ABC، ويوجد حزمة من الأشياء التي نعرفها عن المثلث المتوسط، وقد أثبتنا ذلك في فيديوهات سابقة. أحد الأشياء التي نعرفها أن المثلث المتوسط DEF سوف يكون مشابه للمثلث الأكبر، المثلث الذي هو مثلث متوسط له، ونسبة المثلث الكبير إلى المثلث الصغير هي نسبة 2:1، وهذا سيكون مفيد جدا لإثباتنا عندما يكون هناك مثلثان متشابهان بنسبة معينة معطاة. هذا يعني إذا أخذت المسافة بين أي ضلعين متقابلين لمثلثين متشابهين فهذه النسبة ستكون 2:1. الآن العلاقة الأخرى التي كنا قد بيناها، العلاقة الأخرى بين المثلث المتوسط والمثلث الذي هو مثلث متوسط له، هو ما بيناه بأن ملتقى الارتفاعات للمثلث المتوسط هو المركز المحيطي للمثلث الأكبر، المركز المحيطي للمثلث الأكبر. إحدى الطرق للتفكير بها النقطة O، وهي ما ذكرنا أنها المركز المحيطي للمثلث الأكبر، وهي أيضا ملتقى الارتفاعات للمثلث الأصغر. وقد كتبناها هنا حقيقة، إذا النقطة O لاحظ هي هنا على هذا المنصف العمودي. في الواقع كان علي أن أعمل عدة أشياء أخرى في هذه المساحة الرمادية، ولكني لم أرد أن أجعل هذا الرسم مشوش، ولكن هذا هو المركز المحيطي للمثلث الأكبر، وهو أيضا ملتقى الارتفاعات للمثلث الأصغر DEF. وفي الواقع استخدمنا هذه الحقيقة عندما أردنا إثبات أن ملتقى الارتفاعات هو هذا المتفق عليه، فقد بدأنا بالمثلث المتوسط وقلنا حسنا دعونا نفكر أين تتقاطع الارتفاعات، وقلنا أن كل الارتفاعات هي في الواقع من الصفات عمودية للمثلث الأكبر. إذا افترضنا أن هذا المثلث المتوسط لذلك المثلث الأكبر، إذا النقطة O سوف تكون مفيدة لإثباتنا، فهي ليست فقط المركز المحيطي للمثلث ABC ولكنها أيضا ملتقى الارتفاعات لـ DEF، وقد تكلمنا عن ذلك في فيديوهات سابقة. الآن حتى نثبت أن النقاط OG و I كلها تقع على نفس الخط أو على نفس المقطع في هذه الحالة، ما سوف أعمله هو أن أثبت، سوف أقوم بإثبات أن المثلث FOG المثلث FOG مشابه للمثلث CIG، مشابه للمثلث CIG، لأنه إذا استطعت أن أثبت ذلك فإن أضلاعهما المتقابلة سوف تكون متكافئة. تستطيع أن تقول أن هذه الزاوية سوف تكون مساوية لهذه الزاوية هنا، وهكذا OI سوف يكون خط مستعرض لأننا سوف نرى أن هذان الخطان هنا متوازيان، أو إذا كان هذان المثلثان متشابهان فقط تذكر أننا ننظر إلى هذا المثلث هنا وهذا المثلث هناك،
إذا كانا حقيقة متشابهين فإن هذه الزاوية سوف تساوي هذه الزاوية، مما يعني أن هاتان سوف تكونان زاويتان متقابلتان بالرأس، وهذا سوف يكون خط حقيقي. إذن لنذهب إلى الإثبات الفعلي. ربما لا أحتاج إلى هذه الأشياء المعلمة هنا. إذن أحد الأشياء التي قد ألمحت عنها مسبقا هو أننا نعلم أن هذا الخط هنا يمكننا أن نسميه XC، نعلم أنه متعامد على الخط AB فهو ارتفاع، ونعلم أيضا أن FY هنا متعامد على AB فهو منصف عمودي، إذن كلاهما يعمل نفس الزاوية مع الخط المستعرض. يمكنك تصور AB كخط مستعرض، إذن هما متوازيان، بالتالي نعلم أن FY موازي لXC المقطع FY موازي للمقطع XC، ونستطيع أن نكتبها هكذا، هذا الشيء موازي لهذا الشيء هنا، وهذا مفيد لأننا نعلم أن الزوايا الداخلية المتبادلة للخط المستعرض عندما يقطع الخط المستعرض خطين متوازيين هي متطابقة. إذا نعلم أن هذه الزاوية، إذا نعلم أن FC هو خط إنه المتوسط لهذا المثلث الكبير، المثلث ABC. إذا لديك خط يقطع خطين متوازيين، الزوايا الداخلية المتبادلة متطابقة، إذا هذه الزاوية متطابقة مع هذه الزاوية، إذا تستطيع القول أن الزاوية OFG، الزاوية OFG متطابقة، الزاوية OFG متطابقة مع إذا هذه OFG متطابقة مع الزاوية ICG، مع ICG. الآن الشيء الآخر الذي نعرفه، هذه خاصية، هذه خاصية للمتوسطات، وهي المتوسط ينقسم، أو يجب أن أقول النقطة المركزية تقسم المتوسط إلى مقطعين لهما نسبة 2 إلى 1، وطريقة أخرى للتفكير بها أن النقطة المركزية تقع على ثلثي طول المتوسط. إذا نحن نعلم، لقد أثبتنا ذلك في فيديو سابق، نحن نعلم أن CG تساوي 2 ضرب GF، هي 2 ضرب GF. أعتقد أنت ترى أين نسير، لدينا زاوية، ولقد بينت أن نسبة هذا الضلع لهذا الضلع هي 2 إلى 1، وهذه خاصية للنقاط المركزية والمتوسطات. والآن يمكنني أن أريكم أن نسبة هذا الضلع CI إلى FO هي 2 إلى 1، إنه لدينا ضلعين متقابلين حيث النسبة هي 2 إلى 1 والزاوية بينهما هذه متطابقة. نستطيع أن نستخدم فرضية SAS حتى نبين أن هذه الزوايا في الواقع متشابهة. إذن CI هي المسافة، CI هي المسافة بين النقطة C وملتقى ارتفاعاته، I هي ملتقى الارتفاعات للمثلث الأكبر. ما هو FO؟ حسناً، F هي النقطة المقابلة للنقطة C على المثلث الصغير، وعلينا التأكد عندما نحدد التشابه باستخدام F الصحيحة. إذا F تقابل النقطة C، إذا FO هي المسافة بين F على المثلث المتوسط الصغير وملتقى الارتفاعات للمثلث المتوسط الصغير، بالتالي هذه هي المسافة بين C وملتقى الارتفاعات للمثلث الأكبر، هذه هي المسافة بين الضلع المقابل للمثلث المتوسط وملتقى ارتفاعاته، وهي نفس المسافة المقابلة على المثلث الأكبر والمثلث المتوسط، ونحن نعلم أنهما متشابهان بنسبة 2 إلى 1، إذن المسافة المقابلة بين أي نقطتين على المثلثين سوف يكون لها نفس النسبة. إذن بسبب هذا التشابه، نحن نعلم أن CI سوف تساوي 2 ضرب FO. أريد أن أشدد على ذلك، C هي النقطة المقابلة لF. عندما ننظر إلى هذان المثلثان المتشابهان،
I هي منطقة الارتفاعات للمثلث الأكبر، O هي منطقة الارتفاعات للمثلث الأصغر. أنت تأخذ نقطة مقابلة لمنطقة ارتفاعات المثلث الأكبر ونقطة مقابلة للمثلث الأصغر لمنطقة ارتفاعات المثلث الأصغر. المثلثات متشابهة بنسبة 2 إلى 1، إذن النسبة بين هذا الطول إلى هذا الطول سوف تكون 2 إلى 1. إذن لقد بينا أن نسبة هذا الضلع إلى هذا الضلع هي 2 إلى 1. وقد بينا أن نسبة هذا الضلع إلى هذا الضلع هي أيضا 2 إلى 1. وبينا أن الزاوية بينهما متطابقة. إذن لقد أثبتنا من خلال SAS، دعوني أنتقل للأسفل قليلا، إذن من خلال فرضية SAS similarity أي تشابه بضلع وزاوية، وضلع تشابه وليس تطابق، لقد أثبتنا أن المثلث FOG مشابه للمثلث CIG، FOG مشابه للمثلث CIG. وبالتالي نحن نعلم أن الزوايا المتقابلة تكون متطابقة، نعلم أن الزاوية CIG تقابل الزاوية FOG، إذن هاتان متطابقتان، وأيضا نعلم أن الزاوية CGI دعوني أعملها بلون جديد، الزاوية CGI تقابل الزاوية OGF، فهما أيضا سوف تكونان متطابقتين. يمكنك النظر إليها بطرق مختلفة، فإذا كانت هذه الزاوية وهذه الزاوية متشابهتان فتستطيع الآن أن تتصور OI كخط حقيقي، كخط مستعرض لهذان الخطان متوازيان، بالتالي هذا يجعلك تعرف أنه خط واحد، أو يمكنك ملاحظة هاتان هنا، انظر هاتان الزاويتان متكافئتان، فهما يجب أن تكونا زاويتان متقابلتان بالرأس، فهذا في الواقع يجب أن يكون نفس الخط، الزاوية التي يقترب منها هذا المتوسط هنا هي نفس الزاوية التي يبتعد عنها. بالتالي كل هؤلاء كلهم بالتأكيد على نفس الخط. إذن هذا إثبات بسيط مرة أخرى من فكرة عميقة جدا، أن ملتقى الارتفاعات والنقطة المركزية والمتوسط لأي مثلث كلها تقع على مستقيم أويلر الساحر.